السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا. نشارككم اليوم زراعة الخيار ان شاء الله. نقول بسم الله ونطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى، ودعواتكم لنا بالتوفيق والبركة. طبعا الخيار هو وصل المرحلة هذه، خلاص اعطانا الورقة الثالثة، مش لازم ننتظر زي ما يقول البعض الورقة الرابعة. لا، الخيار كلمة تبدر في زراعته، القرعيات بشكل عام كلمة تبدر في زراعتها افضل من انك تخليها تتاخر بصيانة التشتيل. فزي ما انتم شايفين بالشكل هذا بس، وترى زراعته طبعا احنا تكلمنا فيها قبل كذا، نفتح المويه قبل، وبعد كذا بعد ما نفتح المويه نكون عارفين مكان النقاط وين، نفتح نغرس فيه غرسه بالاصبع كذا، والله يسعدكم. بسم الله توكلنا على الله، وبالطريقه هذه الله يحفظكم. هذه كذا صارت الشتلة بإذن الله، جاية بعمر جيد. الورقة الثالثة، الورقة الرابعة على بدايتها زي ما أنتم شايفين، اللي هي ثاني ورقة حقيقية بدايتها. هذول الأوراق، أوراق الحياة مش الأوراق الحقيقية، هذه ورقة حقيقية، هذه الثالثة الحقيقية اللي جوا هذه. فالله يسعدكم، بالطريقة هذه نكون نزرع الخيار وإحنا آمنين إن شاء الله، ما نتركه يرتفع عن كذا. خلاص ترى العمر هذا هو العمر المناسب للخيار، ما نبغى اي خلل واي ضرر عند احد. يعني في بعضهم يقول خلها توصل الورقه الرابعه وزي كذا، فهي ما راح توصل الورقه الرابعه الا ما اعطيتك استطاله طويله تحت هنا بالساق. وهنا زي ما انتم شايفين تكون زراعتنا جيده ان شاء الله. بعد كذا احنا نسقيها اليوم سقيه عاديه، وممكن نعطيها المساء برضو ريه لانه الاجواء حاره عندنا بالقسيم. بكره ممكن نهدي الريه، نعطشه بكره تعطيش الصباح، ونراقبه المساء. اذا هو احتاج ري المساء نعطيه، ما احتاج ري المساء نخليه اللي بعد بكره. خلاص نبدا بالنظام العادي. برضو انا حتى التعطيش عندي انا ما اسوي له تعطيش يعني بعد 3 ايام 4 ايام، لا مباشره عشان يفك الجذر ويمشي. والله يسعدكم ويحفظكم ان شاء الله. هذه حبيت اقول لكم عن زراعه الخيار. طبعا ضروري نختار صنف يناسب الاجواء اللي احنا فيها. احنا الان بالصيف، فهذا خيار صيفي. احنا الان درجات الحراره واصله 46 تقريبا عندنا بالمنطقه. فالله يسعدكم، ننتبه ونلاحظ، نركز كثير على حكاية الأصناف. ترى في خيار شتوي، خيار صيفي، وفي خيار ربيعي. ما عندنا والله ربيع بالسعودية، عندنا صيف وشتاء بس، لكن الحمد لله. هذه هي العملية، خلصنا من زراعة الصالة هذه كلها إن شاء الله اليوم، والله يبارك فيكم إن شاء الله، ونقول لكم مع السلامة.